هنكمل أسئلة علل. بيقولك لا تصل شدة التيار إلى القمة القيمة العظمى في ملف لحظة الغلق، لحظة غلق الدائرة، كما لا ينعدم التيار لحظة فتح الدائرة. طبعا هو بسبب الحس الذاتي، بسبب الحس الذاتي. هنقول لتولد EMF مستحسة عكسية لحظة الغلق تؤخر لحظة وصول التيار للقيمة العظمى، وتولد EMF مستحسة طردية لحظة فتح الدائرة تؤخر انهيار التيار. السؤال الثاني، لحظة نمو التيار في سلك مستقيم، سوري، سرعة نمو التيار في سلك مستقيم وبطء نموه في الملف لحظة غلق الدائرة. السبب لأن السلك المستقيم لا يتولد بين طرفيه قوة دفع كهربية مستحسة لحظة نمو التيار، لأن المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك لا يقطع السلك نفسه، إنما في حالة الملف فإن نمو الفيض المقاطع له يولد EMF مستحسة عكسية تعمل على إطالة زمن نمو التيار فيه. السؤال الثالث، انعدام التيار في السلك المستقيم أسرع منه في ملف قلبه هوائي، وانعدام التيار في الملف ذو القلب الهوائي أسرع منه في ملف ملفوف حول قلب من الحديد. الإجابة قلناها قبل كده بس نقولها تاني، في حالة السلك لا يتولد بين طرفيه EMF مستحسة، لأن السلك لا يقطع المجال المغناطيسي الناشئ عنه. أما في حالة الملف لحظة فتح الدائرة تتولد EMF مستحسة طردية تقاوم انهيار التيار وتتوقف على التغير في الفيض الذي يقطعه الملف في وحدة الزمن، وتزداد أكثر عندما يكون الملف له قلب من الحديد، لأن الحديد يعمل على تركيز خطوط الفيض. وتقدر تقرا الاجابات هي على طول عشان تبقى العمليه بالنسبه لك سهله، توقف الفيديو وتنقل او تقراها. ودي اجابه 8 ودي اجابه 9. علل، عند فتح دائره مغناطيس كهربي تحدث شراره كهربيه عند موضع قطع التيار، لان عند فتح الدائره يضمحل التيار فيتولد بين طرفي الملف بالحس الذاتي قوة دفع كهربية مستحسة كبيرة نسبيا نظرا لكبر عدد لفات الملف، وان قوة دفع الكهربية المستحسة تناسب طردي مع عدد لفات الملف وكبر المعدل الزمني للتغير من شدة التيار، لان قوة بردك الدفع الكهربية تتناسب طردي مع دلتا اي على دلتا تي، بينما فينشأ عنها تيار مستحس طردي في نفس اتجاه التيار الاصلي يمر على شكل شرر كهربي بين طرفي المفتاح. يبقى احنا كده جاوبنا نمرة 10. نمرة 11، عند مرور تيار متردد ذو تردد عالي خلال ملف يحوط بقطعة معدنية قد ترتفع درجة حرارتها الى درجة الانصهار، ويستفاد من التيارات الدوامية نفس الكلام يعني في صهر المعادن. الاجابة، بسبب تولد تيارات دوامية في قطعة المعدن تعمل على رفع درجة حرارتها وبالتالي انصهارها. لا تتولد التيارات الدوامية في الكتل المعدنية إلا إذا كان المجال المغناطيسي المؤثر عليها متغير الشدة. ليه؟ الإجابة، لأن في المجال المغناطيسي متغير الشدة يتغير عدد خطوط الفيض المغناطيسي التي تخترق الكتل المعدنية فتتولد عنها تيارات مستحسة اللي هي تيارات دوامية. السؤال الأخير، في علل، ارتفاع درجة حرارة اسطوانة من الحديد المطوع ملفوف حولها ملف متصل بمصدر تيار متردد بسبب قطع الفيض المتغير للاسطوانة وتولد تيارات مستحسة اللي هي التيارات الدوامية تتحول إلى طاقة حرارية قد تؤدي، طبعا ممكن تؤدي إلى صهرها أو لا، مش هتفرق يعني ساعتها.
يبقى ارتفاع درجة حرارة اسطوانة من الحديد المطاوع ملفوف حول ملف حولها ملف متصل بمصدر تيار متردد بسبب قطع الفيض المتغير للاسطوانة وتولد تيارات مستحثة اللي هي التيارات الدوامية تتحول إلى طاقة حرارية. ودي الإجابات 11 و12 و13. ده سؤال ما المقصود بالحث الكهرومغناطيسي التيار المستحث؟ قانون فرادي للقوى الدفع المستحثة، قاعدة لينز، الويبر، قاعدة فليمنج لليد اليمنى، معامل الحث الذاتي الملف، الحث المتبادل بين ملفين، معامل الحث المتبادل بين ملفين، الهنري، ملف الحث، أفران الحث الكهربية، التيارات الدوامية. الحاجات دي كلها يا جماعة احنا قلناها في الحاجات اللي فاتت في اذكر المصطلح العلمي، هتلاقي كل الحاجات دي موجودة فيه وفي اكمل. فممكن نقولها تاني لو انتوا عايزين نقولها زيادة تأكيد يعني، وهم حاجات مباشرة بتعتمد على انك انت تكون حافظ لازم التعريف، عشان كده مش هنقولها. ما هي العوامل التي يتوقف عليها كل ما مئة القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في ملف يقطع فيض مغناطيسي؟ يبقى ده هنتكلم بقى على العوامل دي، فهكتب القانون وابدأ اتكلم عن كل حاجة بنفسها. تعال نشوف كده الإجابة. ادي قانون فرادي، القوة الدفع الكهربية المستحثة بتساوي ناقص ان في دلتا فاي ام على دلتا تي، عدد لفات يعني الاي ام اف تتناسب مع عدد اللفات طردي، معدل الزمن الذي يقطع به الملف الفيض اي ام اف تتناسب معاه دلتا فاي ام على كده. يبقى كده هما دول التناسبات بتاعتي الموجودة، تتناسب مع ان وتتناسب مع دلتا فاي ام على دلتا تي، فبالتالي هي تتناسب طردي مع الاتنين دول، وده اللي بيتكتب في الحالات اللي زي دي. السؤال التاني، القوة الدفع الكهربية المستحثة المتوالية في سلك مستقيم يقطع فيض مغناطيسي، نكتب القانون اللي هو اي ام اف بيساوي ناقص بي ال في ساين سيتا، ونبدأ نكتب كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب طردي مع اي ام اف، اي ام اف تتناسب طردي مع ال، اي ام اف تتناسب طردي مع في، جيب الزاوية واتجاه السرعة، اي ام اف تتناسب مع ساين سيتا وتتناسب جيبيا مع سيتا، جيبيا مع سيتا بس لوحدها. بس هو نكتفي بدول يعني، دول كفاية جدا يعني من غير فلسفة زيادة. نشوف الحاجة التالتة، معامل الحث الذاتي الملف، بكتب بردك معامل الحث الذاتي في هنا، بردك معامل الحث المتبادل بين ملفين بكتب القانون، وهنا معامل الحث الذاتي بكتب القانون، وابدأ امسك كل ترم واكتب التناسب الطردي ونشوفهم مع بعض. اهو معامل الحث الذاتي لملف، وجود قلب من الحديد داخل الملفين، معامل النفاذية المغناطيسية للوسط، حجم وعدد لفات الملفين، طول الملف، مساحة الملف، عدد اللفات، المسافة الفاصلة بينهم. ده بالنسبة للحث المتبادل بين ملفين. وجود قلب، نقولهم تاني، وجود قلب من الحديد داخل الملفين عشان معامل نفاذية الوسط، كل ما هيزيد ده هيزيد الحث المتبادل بين ملفين، حجم وعدد لفات الملفين، المسافة الفاصلة بينهما، المسافة الفاصلة بينهما. بالنسبة للحث الذاتي، الشكل الهندسي، عدد اللفات، طول الملف، معامل النفاذية المغناطيسية داخل الملف. ولو عايز تكتب تفاصيل اكتر تقدر ترجع للشرح وتكتب منه التفاصيل الاكتر. ماذا يحدث عندما يحدث مع ذكر السبب؟ ماذا يحدث عند مع ذكر السبب؟ ادخال مغناطيس داخل ملف متصل بجلفانومتر حساس ثم استقراره داخل الملف. اذا دخل مغناطيس داخل ملف متصل بجلفانومتر هينحرف مؤشر الجلفانو، وبعد الاستقرار يستقر مرة اخرى عند صفر التدريج. السبب ده اللي هيحدث، السبب ايه؟ هنقول السبب دلوقتي. يبقى قلنا تاني ينحرف مؤشر الجلفانو
لحظيا عند الادخال لتولد قوة دفع كهربية مستحسة في الملف نتيجة تغيير الفيض المغناطيسي، ثم ينعدم هذا التغيير فيعود المؤشر للصفر. الحالة الثانية فتح دائرة كهربية تحتوي على ملف مغناطيس كبير قوي على التوالي مع بطارية ومفتاح اللي هي تجربة الحس الذاتي. هنقول تحدث شرارة كهربية لوجود فرق جهد كبير بين طرفي المفتاح ناتج من الحس الذاتي لملفات المغناطيس. السؤال الثالث نمو تيار كهربي في ملف بداخله قلب من الحديد المطوع من حيث زمن نمو التيار. زمن يعني هو عايز يشوف ايه اللي هيحدث. هيحدث زمن نمو التيار هيبقى بطيء قليل. نمو تيار كهربي في ملف بداخله قلب من الحديد المطوع. طبعا التيار المستحس اللي هيتولد قوة دفع الكهربية المستحسة اللي هتبقى جام كبيرة عشان الملف القلب الحديد ده، فهيتبطأ زمن نمو التيار. يزداد زمن نمو التيار في الملف بسبب تولد قوة دفع كهربية مستحسة عكسية كبيرة نظرا لكبر معامل الحس الذاتي لأن النفاذية المغناطيسية الحديد كبيرة. طب اقتراب ملف يمر به تيار كهربي من ملف آخر متصل بجلفانومتر حساس، إيه اللي هيحصل؟ حس بردك متبادل. ينحرف مؤشر الجلفانومتر بسبب تولد قوة دفع كهربية مستحسة في الملف الآخر بسبب الحس المتبادل. ونقدر نشوف الإجابات. الإجابة بتاعت واحد، الإجابة بتاعت اتنين، الإجابة بتاعت تلاتة، الإجابة بتاعت أربعة. نكمل بردك ماذا سيحدث. فتح الدائرة في 8 حاجات تانيين، فتح دائرة الملف الابتدائي وهو بداخل الملف الثانوي. طبعا هيتولد بين طرفي الملف الثانوي قوة دفع كهربية مستحسة طردية لتقاوم قطع تيار الملف الابتدائي. زيادة قيمة التيار الكهربي، زيادة قيمة التيار الكهربي المار في ملف ابتدائي موضوع داخل ملف ثانوي طرفاه متصلان بجلفانومتر صفر استدراجه عند المنتصف، ايه اللي هيحصل؟ يتحرك مؤشر جلفانومتر على احد جانبي صفر التدريج لتولد قوة دفع كهربية مستحسة عكسية في الملف الثانوي بالحس المتبادل. مرور تيار كهربي عالي التردد في ملف يحيط بقطعة معدنية، ترتفع درجة حرارة القطعة المعدنية بسبب مرور تيارات دوامية فيها. لف أسلاك المقاومة الكهربية لفا مزدوجا، ينعدم الحس الذاتي لها ولا يلقى التيار فيها إلا المقاومة الأمية فقط، لأن المجال الناتج عن مرور التيار في أي لفة يلغي المجال الناتج عن مروره التيار في اللفة المجاورة لها. يبقى احنا كده جاوبنا التمانية دول، ادي الإجابات بتاعتهم تقدر تتفرج عليها أو تكتبها. اشرح الفكرة العلمية أو الأساس العلمي لكل ما يأتي. المصباح الفلوريسنت أفران الحث الكهرومغناطيسي. الفكرة العلمية للمصباح الفلوريسنت هي الحث الذاتي لملف. الشرح يتم تفريغ الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف في أنبوبة مفرغة من الهواء وبها غاز خامل، مما يسبب تصادمات بين ذراته تؤدي إلى تأينها واصطدامها مع سطح الأنبوبة المطلي بالمادة الفلورسية، مما يؤدي إلى انبعاث الضوء المرئي. طب أفران الحس الكهرومغناطيسية دي فكرتها التيارات الدوامية. الشرح بقى بتاعها، عند تغيير الفيض المغناطيسي الذي يخترق قطعة معدنية تتولد فيها تيارات مستحسة اللي هي التيارات الدوامية ترفع درجة حرارة القطعة المعدنية إلى درجة الانصهار.